شوف لك مطرح تاني يا نعمان، باشا مستني واحد صاحبه. باشا يقمر بيرة تاني ولا يحب غير له المزة؟ لا بيرة ايه؟ بيرة بتنفخ، تخلي الواحد يروح الحمام كتير. طب ما تطلب ويسكي يا باشا. لا ويسكي؟ انا لو خدت ويسكي عندكم هنا هخرج الاقي الدنيا ضلمة وهتفضل ضلمة على طول. دمك عسل يا باشا. طب ما تروح بارات الفنادق، بارات الخمس نجوم، ما انت قادر. بصي الخمرة مش هي مزاجي وانت عارفة. ما انا لسه بفكر. بس انا مش محتاجة تفكير، هما كسين هناخدهم مع بعض. بس اذا كان كده يبقى فوت عليك في المكتب مش كده؟ امتى؟ بكره بعده، مهم يكون مزاجي رايق. بكره روح هات الحساب. تحت امرك. ابعت ست صناديق. بس كتر البير عشان عليها ضغط الايام دي. بس ما تاخروش علينا. حساب ترابيزه 9. ايه حكايه ترابيزه 9؟ حيرتونا معاكم، تعاملنا معاهم دغري، تقولوا شويه لطافه. راجل محترم وزبون ايده فرطه، فيها ايه لما اتكلم معاه دقيقه؟ بقولك ايه، انا ما احبش حاجه تحصل من ورا ظهر ابدا. ده هنا بس، لكن بره انا حر. احاسب وارجع لك. طب حاسبي. يعني بيه السلم ما ينفعش يتغسل غير بالليل، بتبقى الحركه عليه خفيفه خالص، لا حد بيطلع ولا حد بينزل. خلاص خلاص، انت هتاخد وتدي معانا في الكلام؟ نشف لنا حته، خلينا نروح باب الشقه. تحت امر سعادتك يا باشا. اوعى اوعى. انت خدت الثانويه العامه يا طه؟ ايوه. ناوي على كليه ايه؟ الحمد لله مجموعي دخلني كليه محترمه، بس انا قدمت اوراقي في كليه الشرطه. انت عايز تبقى ضابط وضابط بوليس كمان يا طه؟ طب ما تبقاش تنسى ترجع الدواسة قدام باب الشقة بعد ما تخلص شغلك. صباح على خير يا ابو سيد. وانت من اهله يا عم حامد. اوعى تنسى التلفزيون مفتوح. ما تخافش. مش كفايه سهر بقى ولا انت مستنيه يا حبيب القلب؟ انت مش عندك شغل الصبح بدري؟ انا سبت الشغل. امتى؟ النهارده. وسبتي الشغل ليه؟ ها؟ مش وقته، عايزه اكمل الفيلم. فيلم ايه وزفت ايه؟ هو انا يا اختي مكتوب عليا الهم ليل ونهار؟ قومي قومي يا اختي قولي لي ايه الحكايه. قومي يلا خشي يا اختي. ابوكي سابني بدري وساب لي حمل مش قادره عليه لوحدي. ايه سبتي الشغل ليه يعني امك؟ الراجل صاحب المحل ايده طويله. حرامي؟ في حد بيسرق ماله؟ لا، كان بيمد ايده عليا. بيضربك؟ لا. لا امال بيمد ايده عليك ازاي؟ بيحسس. عارفه يعني ايه بيحسس ولا مش عارفه التحسيس؟ بكره الصبح نازله ادور على شغل جديد
واحده صاحبتي هتوديني محل ملابس، صاحبه مش مصري شامي، بتقولي متجوز ست زي القمر وعينه مليانه. ايه يا ماما؟ ما خلاص قلت لك فيفي بنت عم سلامه المكواجي واخداني شغل جديد بكره. وايه الفايده؟ ايه الفايده اذا كنتي ما بتعمريش في شغل؟ يعني فرط في شرفي؟ محدش قال لك يا اختي فرطي في شرفك، بس الواجب تراعي اخواتك، تراعي الخانقه اللي احنا فيها. البنت الشاطره الواعيه هي اللي تعرف ازاي تحافظ على شرفها من غير ما تزعل حد ولا تقطع عيشها بايدها. بقول لك المفتري اللي كنت شغاله عنده فتح سوسته البنطلون. كل واحد حر في هدومه يا اختي، المهم هدومك انت تفضل عليكي. استغفر الله العظيم. نويت رفع الحدث الأكبر والتطهر من كل ذنب. الله أكبر. عشان كل الشياكة اللي انت فيها دي. امري غريبة يا دولة يا اختي، ما انا طول عمري كده. انا نفسي افهم انت كل يوم بتنزل تروح فين. الحمد لله انك انت اختي مش مراتي. احنا بالنهار هروح فين؟ هروح المكتب طبعا. شكلك عايزة حاجة. طبعا. وانت بتتمشى في الشارع زي كل يوم تتفرج على الستات. وبعدين معاك يا دولة. يا زكي انا اختك يا زكي، اختك يعني اكتر واحدة عارفة انت بتعمل ايه كل يوم. عايزة ايه؟ الخاتم الالماس بتاعي عند بابا زيان الجواهرجي بيصلحه، عدي استلمه منه. حاضر، اول حاجه هعملها النهارده اخد الخاتم وهدفع الحساب كمان. ازيك يا موندي؟ معاك فل يا زكي باشا. سعد الباشا، زكي باشا. ازيك يا حسونه؟ مالك؟ المسائل مش متظبطه معايا يا باشا. مسائل ايه اللي مش متظبطه؟ المسائل اياها يا باشا، وبعدين ما عليك سيدي العارفين، وانا يا دوب بقالي شهر واحد بس متجوز، لكن حاسس اني مش مظبوط. والله مش مظبوط وانت في السن ده؟ اكيد في حاجه غلط، عندك مشاكل؟ هو في حد في الدنيا يا باشا ما عندوش مشاكل؟ انا بكلمك على مشاكلك انت، مالكش دعوه بمشاكل الناس التانيه. عليا ديون لناس نزله مش مبطلين زن، وصاحب الشغل كرفني من الشغل مش عارف ليه، ده غير حماتي يا باشا، قاعده معانا في السجن كاتمه على نفسنا. اختي جوزها مطلقها ومعاها منه ثلاثه. الله، كل البلاوي اللي عندك دي وعايز تبقى كويس مع مراتك؟ مش ممكن يا ابني، مستحيل. ما انا بقول لو حضرتك معاك حبايه كده ولا كده، اصل هم قالوا لي يعني انها. قالوا لك ايه؟ الحبوب اللي في سنك ده يبقى انتحار مؤكد. بص اسمع، كل البرشام وكل الدهانات اللي في الدنيا مش هتعمل معاك نتيجه. هنا لازم يبقى رايق وتمام، طول ما هنا رايق وتمام كله هيبقى تمام. اجري اخلص من همومك وانت هتبقى كويس. يلا ماشي يا باشا. اطلع يا اسطى من هنا. دي حضرة الصول حاتم بيزا من ونازل. صباح الخير يا نبيل. صباح الخير يا استاذ حاتم. صباح الفل يا حاج، شرفنا شوي. طمني سوق عامل ايه؟ احنا في اخر الشهر يا حاج يعني نص نص. لكن في المجمل؟ في المجمل احنا البريم واعلى مبيعات احنا. على البركه. نفسنا تشرفنا شوي يا حاج. مره ثانيه ابقى انزل اشرب الشاي معاك. الف سلامه يا حاج. مع السلامه. لا 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 معلش معلش، مش هقدر انزل يا فوزي. ليه يا حاج؟ ده احنا بنتبارك بيه. المهم طمني على الشغل. فل الفل. على البركه. سلم لي على كل اللي جوه. يوصل يا حاج مع الف سلامه. اطلع يا اسطى. ها
على الله يطلع راجل كويس. كويس من حيث ايه يعني؟ يعني ما تبقاش عينه زايد. وهو في راجل عينه مش زايغه وكلهم عينهم تتدب فيها رصاص والبجاحة عندهم تتوزن بالكيلو زي البطاطس. يا اختي انا سايبه كذا شغلانه عشان تفصل الرجاله دي. عبيط، وبالطريقه دي عمرك ما هتلاقي شغل. خفي عشان تعرفي تعومي. يعني ايه؟ يعني في حدود، في حاجات الواحده ممكن تتسهل فيها وفي حاجات ستوب لغايه هنا وكفايه. ودي بقى شطاره البيت الواحد. وانا اللي كنت فاكره الدنيا هتضحكلي. تضحكلك؟ تضحكلك عشان ايه؟ حلوه في اللي احلى منك، معاك دبلوم بيشحطوا بيه على الرصيف. بطل حضرتك يا ريس قلب الدنيا. المفروض المقالات اللي زي دي تترجم وتنزل في الجرايد العربي. عدد امبارح انتهينا منه خلاص، خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه في العدد الجاي؟ انا شايف سيادتك الموضوع الرئيسي هو خبر القبض على الارهابيين اللي حاولوا قتل ادبنا الكبير نجيب محفوظ. بالظبط، عاوز تفاصيل كامله عن القبض عليهم او الصور ليهم، ومهم جدا عاوز اعرف هم مين. جيفير سيت ميرد ديستوار افون دمبريمي تو سو كابري. طيب مين فيكم مستعد يكتب عن المرحومه الاستاذه ليتا جلاد؟ ليتا جلاد يا جماعه مؤسسه جورنال دي جيبت، على اعتبار اننا جورنال بالفرنساوي وتكريمه واجب علينا. انا يا استاذ. اوكي، طبعا لازم نكتب عن الشغل الجامد اللي عاملاه الداخليه في الصعيد. لازم نرجع الثقه في السياح، احنا مش عايزين مصر تبان كانها في حاله حرب. فين الحياه العاديه؟ احنا ممكن نتكلم عن السياحه في شرم والغردقه، هناك النشاط مش بطال والحاله ما فيهاش قلق. انا عندي موضوع حلو قوي يا ريس، كاتبه ولد جديد تحت التمرين عامل ريبورتاج هايل عن الشذوذ الجنسي في مصر. الكلام الفارغ ده شذوذ ايه؟ ده يهم القارئ بتاعنا فيه، احنا تلات ارباع القراء بتوعنا اجانب. يعني خد عندك مثلا في صفحة التحقيقات موضوع الآثار بتاع تلال عمرو، موضوع جديد، صور حلوة، ده اللي اسمه موضوع مهم. هنعمل ايه في الرياضة يا ريس؟ هي فين الرياضة؟ شوف أي حاجة اكتبها خلاص. فوتبول. ألو لوكي وي مكتب السفير الفرنسي. جامي سافا بيان. سيتي بيان هيير سوار نو؟ خير يا حاج؟ مش عوايدك يعني تزورنا بدري كده؟ للضرورة أحكام يا شيخ سمان. خير؟ شوف يا شيخ سمان، أنا بقالي مدة مش عارف أقول إيه. قول يا راجل، أنا سرك توكل على الله وهو المعين. أنا لغاية دلوقتي في المنام بشوف حاجات حلوة. فضل من الله ونعمة. تصور وأنا في السن ده بحتلم وإيه؟ في الأسبوع مرة واتنين. اتنين؟ ما شاء الله، يعني ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية. المسألة دي مش مرتبطة بسن، ده متنفس طبيعي بيحدث بفضل الله لعباد الله الصالحين الذين لا يعرفون طريق الرذيلة. لكن السؤال، هي المدام فين من ده كله؟ الحاجة موجودة، لكن زي ما تقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي. بعدين كل ما اجي اقرب منها تقول لي يا راجل اختشي، ولادك بقوا رجاله بشنبات. وحتى لو الحاجه وافقت دي من سني والزمن جبار. المساله في غايه البساطه، تزوج يا حاج وربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا خايف منه. خايف من ايه بالظبط؟ كلام الناس، راجل كباره زي ما يتجوز دلوقتي الناس تقول ايه؟ قدام شرع ربنا كلام الناس يداس عليه بالجزم. يا حاج من حقك تتجوز اربعه، ده شرع ربنا. والولاد فوزي وقادري ولا حمدي وكيل النيابه؟ يا حاج عزام، اللي الشرع يسمح بيه ما حدش يقدر يعترض عليه، لو كيل نيابه ولا وكيل عفريت ازرق. خبر يا حاج، ده شرع ربنا. مرة اليافطة لازم تتنظف، والمساء الحاج لسه ملمعها. وايه ريحة الكمكمة دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ اه في اجتماع. احضر المسائل؟ حضر المسائل. ايه
على البركة. فيفي تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي إزاي وتضربيها بنفسك على كل حاجة. ها أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال، إن شاء الله أكون عند حسن ظن. إنما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. أهلا 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 أهلا، إيه الحلاوة دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من أهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب. المهم إن هو مكان آمن ومريح ودمه خفيف. أنا كنت خايف لما تجيش. أنا لما أوعد ما أخلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلالة الملك تلج. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت أجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة أفتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. أنا هغيب ساعتين ثلاثة كده، هقابل ملاك أخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. ست العملية. بصي أنا عرفت ستات بعدد شعر راسي من الأميرات للخدمات بشرفي ما شفت زيك. يا راجل بقول لك الباب. باب إيه؟ ده فانوس. خرج. هيتأخر. هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك أوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا، بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجة مهندسين، محتاجة صيع. حرامية. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل. وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا ام النعم، ملاك. مهما حصل بينه وبين الراجل انت مالكش اي دخل. فاهم يا اخويا. هو عارف اننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا. ها جبتوا الفلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عندك كلمتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامه. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح،
ومش هيسكن يا باشا. الاوضه اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفوله، وملك اخويا زي ما انت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار واخر الليل هيروح لبيته. ما هو عنده بيت وعيله واولاد وحمله تقيل. ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها. القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت ست بواكي، اكتب عقد بكده؟ أربعة يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعب من اصحابها. اعتبرنا قضية من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسة بتحسن عليه، وانا هو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهة مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسة هو اللي قال لي ده احنا اولاد معمودية واحدة. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيب الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكرة تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش. والملك شكلك كده مش مظبوط. يعني بالي مشغول، بس اطمن، يعني اللي شغل بالي حاجة ملهاش علاقة بالشغل نهائي. تضرب سجارة ملفوفة؟ يا سلام، ده أوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك أنت وإخواتك، وأنا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج؟ أما تقابلوها تعرفها. أهلا الصباح يا حاج. طمني، أخبار الجماعة بتوع اليابان إيه؟ مية مية. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركة. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الدبيحة. بالحق يا حاج، أنا نسيت أقول لك. سليم سعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف إن أنت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. شوفي لقيت شغلانة جديدة في محل الملابس. شغلانة فين بقى إن شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرى لك إيه يا أبو سعين؟ هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشام اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. انت شعرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبل شبل، وعارف ناسها نفر نفر. انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوف. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3-4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلامه بس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي، انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. سعد باشا، زكي باشا، يا باشا، سيادتك تعبان. انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟ حاجة يا باشا. المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. خدت الخاتم بتاع دولة أختي.
خدت طقم اقلام دهب. مومي استاخد طقم اقلام دهب تعمل بيه ايه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشيقها. احنا نبلغ البوليس. بوليس ايه؟ انت حمار. اقول لهم ايه؟ مش مهم الفلوس، المهم الخادم بتاع دولة لازم يرجع. ليلتك قشطة يا باشا، تحت أمر. بعتيلي رباب. وأنا ما ينفعش. تنفعها كل حاجة، بس أنا عايز رباب في موضوع خاص بيك. هي أجازة النهارده وأنا تحت أمر. طب هاتيلي المدير. المدير مرة واحدة؟ طب مش هتشرب حاجة؟ هاتيلي المدير. قوم قدامك عندهم. أستاذ كلام حضرتك صح، أنت شارب ستة بيرة، بس خدت معاهم تسعة براندي عشان كنت بتخلط البيرة بالبراندي. مفيش براندي. هتدفع هنا ولا تحب تروح الحمام عشان طلبات الباشا؟ اللي اتحاسب على رواق. انا عايز رباب. مش لسه كانت معاك الضو؟ لحقت تشتغل لها؟ انت عارف كل حاجه يا باشا. اللي اشتغل شغلتي دي لازم يعرف العفريت مخبي ابنه فين. رباب سرقتني. تستاهل، انت اللي لعبت بديلك يا باشا. انت ضحكت عليا وعلى صاحب المحل وعلى الزباين. المحل ده محترم، احنا هنا بنقدم المشروب وبس، اي حاجة تانية لا. احنا ناس محترمين، عشان كده انا طردت رباب وانت كمان مطرود. وياك اشوفك بتعدي حتى من قدام المحل. تحب تطلع على رجليك ولا على نقالة يا روميو؟ فز قوم قبل ما افرج عليك لمامة البار. ازاي فاتتني دي؟ ازاي فات انك انت قواد؟ مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا معرفش. هو حضر الغريب مش من هنا ولا لا؟ من هنا، بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا معرفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. انت باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكون قصدك في التدبير. اتمشى معايا كم متر كده. ما قلت سعادتك. تعال تعال امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد ربه عبد الباري. دي عاشت الاسامي. بص يا عبد ربه، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك، ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد ربه، بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعاده البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت فاكر نفسك ساكن في اوتيل ولا في بانسيون؟ استنى هنا كلمني. ايوه دولة. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. انت فاكراني عيل صغير؟ انا هشيل همك ولا هم الامراض اللي في جتتي؟ دولة انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزباله في الشوارع والبارات الوسخه؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتخدشيش؟ ده انت رجل على باب الاوضه ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في اخر ايامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي، مجنون.
طفوله وتتصور ان في واحده ست ممكن تعبرك انت وتبص لك يا ناقص يا شايب يا عايب. افتح الباب بدل ما خسر الباب على رجالك يا اللي دوست على تاريخ عيلتك وضيعت سمعه والدك الله يرحمه. افتح، عايزه الخد من الالماس بتاعي. لازم تعذرني، الدنيا عامله حواليا زي الخايه، ساعات ما اعرفش انا بقول ايه. هات الدبل. لا هات الدبل بقول لك، انا عارفه انها معاك. هات، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب اعمل لك ايه وانت شعنونه كده؟ ما انا لازم اصبر عليكي. بس هانت، شفت نفسك في المرايه؟ يعني ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله، انت شكلك ظابط من دلوقتي وعزة الله احلى من الظباط. يا دوب بقى، انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاوتوبيسات وهي فاضيه، لحسن الزحمه تبهدل البدل. لا انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه، وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان. قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى، وما تنساش المعوذتين. ماشي، ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. اتفضل يا حاج. اتفضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء يفتحوا المنشآت الجديدة. فضل يا حاج، أنا بفضل الله وفضلك وفضل أمثالك بقيت منشأة كبيرة، بس أنا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. أنت غالي عندي قوي يا زعتر، وأنا فرحان لك، مش أنا بس، أنا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج. مفيش غير القهوة. قهوة يا حاج عزام، القهوة ملحوقة. يا سعاد. أفندم يا أستاذ سليم. هاتي عصير للحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتي بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟ بنتي ايه يا حاج؟ دي موظفه عندي هنا في المنشاه. انا بنتي يا دوبك في الاعداديه. بسم الله ما شاء الله، لازم السكرتيره بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطره ونبيهه وخفيفه. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6 7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق. مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله اعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه، اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه، 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، التشبع بروح العدل، الحزم، الشرف، واولا واخيرا لازم يكون انسان في كل تصرفاته. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. اسراف اللي بعده. كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه الناقصه عشان يجيب غيرها. امال الكل بيبص لك ويبص له كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني؟
فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويتحكي لحد ما يترعش ويتنفد وسلام عليكم وعليكم السلام، وهو عامل زي دكر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه وحشه، وكلنا في الهوا سوا ومصير الدور يجي عليك. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين، مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفه اللطيفه دي. انا ما بحبش اكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ مين هيتجوز واحده فقيره بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير ان النسوان بقوا اكتر من البسارية. مين بقى اللي هيتجوز ارمله دبلوم تجاره وفرقه بيتها عيل؟ انا. ايوه بس دي عيده خالص يا حاج، دي مفيش، ده بالنسبه لك لا تذكر. انت مقامك اكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، انا راجل عارف ربنا، يعني من الاخر كده انا عاوز واحده عاشرها، مش واحده ورثها ولا اخد مرتبها اخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقه القدر اتفتحت لها. بس انا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول. ضيعت الخاتم الالماس بتاعي يا سكر يا منحل، وتكذب عليا وتقول لي لسه ما روحتش للجوه هرجي. احترم نفسك يا دوله. مين اللي يحترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسمي اكبر عيله في مصر تحت الرجلين؟ اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دوله؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني، على الاقل لو وسختك كانت بره بيت العيله، انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجاله اللي دخل الشقه دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين، انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا، اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع، الشوارع اجري يلا، اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم، اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ونازله، انا ما عادش مستعملك يا دوله. ولا انا يا اخي، يلا اخرج اخرج بقى، ما بقاش دوله بنت تسوقي باشا بخليتك عيب سكان العماره. يلا يلا. ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجه، اخ واخت بيتخانقوا، وانتوا عارفين دوله طول عمرها مجنونه. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots d'aide tous les jours, et ça me fait quelque chose. La cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là je rêve pour la vie. Quand il me prend dans ses bras. Christine, mon amour, أغلى حاجة في حياتي. زكي، أنت مش تمام، مالك؟ طول عمرك تعرف اللي جوايا من غير ما اقول لك. انت زي التلفزيون مفتوح، انت في تمثيليه نكد. هو في نكد
بس من غير التمثيلية. كله على ده لازمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزة. اتخانقت مع دولة. مش جديد طول عمركم كده؟ دي طردتني من البيت. مجنونة. بس طيب المرة دي عملت حاجة كبيرة؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. أنا مستعد أجيب لها خاتم أحسن منه. هو ساكي طريق أونتو؟ لا. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، أبوها، إنما مجوهرات؟ لا، ما تسألنيش. كريستين لو قلت لك إن دولة بترسم من زمان عشان تطردني من الشقة تعمل بيها إيه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل إيه؟ هتديها لأولادها. ما إن أنا لو مت دولة هتاخد كل حاجة. هي الوريث الوحيد ليا. هي أكبر منك، هي ممكن تموت قبليك، أنت تورثها. ما هو ساعتها أولادها هيورثوا نصيبها. أنا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما أنا شايفة غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هادية، وأنا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، أنا عارفها. رهان على أزازة بلاك؟ هي فولبر دي، بس أنا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا 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 يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمه، زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى. نعم. مش عايز اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم، انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسة الانرويل. كالانرويل؟ انا كريستين، انت بتكلمي ازاي انت؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها روحي شوفي زباينك. يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجه. يلا زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا كنت فاكره انها مجنونه؟ بس طلعت كلبه واطيه، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه. اهلا اهلا، منور منور خالص. لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض. اهلا بيه عزيز، خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه ويسكي. والاستاذ ويسكي برضو، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي الشط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عمر. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذة. حاجات لذيذة جدا، ألذ حاجة في الحياة. عارفها يا بيه، بس انا مرض في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكرة اغلب الستات ما بيكونوش لزاز قوي. مش ايدك يا بيه. اهدى اهدى يا عبدو، الناس بتبص علينا. خليك عادي خليك عادي خالص. سمعت عبد الرب؟ عبد الرب ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحة؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذيه مش طبعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هروح في نصيبك.
يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص تعالى اتنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى اروح لحالك. يلا ايه حكايه سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني كل واحد يتاكد ان قافل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تلف. انا حاتم بيه مش فك سكان العماره. واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. اه ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معاه. معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه ما تطلع يا ابني جيب الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. لما حاتم بيقوم. امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش مش هيحصل له حاجه. زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا. اطلع يا عبد الرب. اطلع يا عبد الرب. اوبا شفت الواد؟ الواد طلع طالعه عمل سبرنت نمر. اي والله نمر. واد جامد. انت ابن حلال تستاهل كل خير. ليلتك فل حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. اتفضل مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا 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 ابوه هو اللي كان باشا بحقيقي ومسك وزير مرتين ثلاثه زمان. امال هو بيشتغل ايه؟ ولا اي حاجه. عايش على شويه املاك سابهم ابوه. فاشل طول عمره. راجل انتيكه زي ما شفته كده. مسخه سكري بتاع ستات. ده مش انتيكه ده روبابيكيا. طيب البيت بيتك بقى انا مش اتاخر عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. تعيش يا بيه. مش معقولة هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ اصلي مش متعود انام بدري ابدا. لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله بيه. اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض. انا واخد على كده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دو انت تعرف. مش كركري. اللون الكركري. بقول لك انت قلت لي انه فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك مش كده؟ تمام يا بي. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بي؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وسطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. بس انا زي ما قلت لك انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده. عبدو انا وهبت نفسي علشان اسعد غيري. بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ مش تتفرج على حاجه لذيذه في التلفزيون؟ حاجه جامده. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ، ماسخ قوي. Zadzwoń do mnie, pokażę ci co to znaczy gorący seks. يا بوي ايه ده يا بيه؟ جامد جدا انا قوي. انت قلت لي انت متجوز يا عبدو مش كده؟ عبدو ايوه يا بيه متجوز بس مرت على قد حالها يعني مش كده؟ بتنام معاها كتير؟
لزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عم مفيش احراج ولا حاجه. ها اهو لما باخد اجازه بعمل الواجب مرتين ثلاثه في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص. مرتين ثلاثه في اليوم تقولي على قد حالها؟ انت مفتري بقى. ان جيت للحاجة يا بيه ساعات بتبقى عاصيه او تعبانه بس انا بكسر راسها. خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل. يلا يا بابا. دي جوازه شرعي على سنه الله ورسوله، لا هي عرفي ولا من سيار لا سمح الله. لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال. الحمد لله. سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها، والولد هيفضل معاكوا هنا، وكل الظروف ما تسمح تبقى تشوفه، وما تقلقوش مصاريفه عليا انا. ايه؟ قلت ايه يا سعاد؟ اللي تشوفه يا ريس حميدو. خلاص الشبكة 10,000، المهر 20,000، مؤخر الصداق 5,000 جنيه، وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي. على خيرة الله. في حاجة تانية يا حاجة؟ إيه؟ الجوازة دي هتفضل سر. الحاجة فايقة مراتي لو عرفت أو خدت خبر هتبقي طالق في ساعتها. وافرض عرفت بعيد عني يا حاج، أنا ذنبي إيه؟ مفيش سر بيخرج من عندي. أنا النملة اللي تخش بيتي لا يمكن تلاقي مطرح تخرج منه. إذا كان كده معلش. ليك طلبات تانية يا حاج؟ أهم طلب، أنا ربنا رزقني ورزقها بالولاد، يعني مفيش خلفة ولا حمل من أصل، وده شرط مفيهوش هزار. سمعونا؟ طبعاً يا حاج. خلاص اسبوع واحد اجهز عيش الزوجيه واجي نكتب الكتاب واخدك معايا في ليلتها. ما تسمعونا زغروطه. فانوس فانوس نوم العوافة يا سعاده الباشا. ايه الشنط دي؟ اخت سعادتك اللي بعتته يا باشا. روح اعمل لي فنجان قهوه. أخت ساعتك غيرت كالون الشقة وركبت ترابيس. الواد اللي جاب الشنط هو اللي قال كده. أيوة دولة يا دولة، إحنا إخوان، مش ممكن الأمور توصل بيننا للحالة المؤسفة دي. دولة قاعد بعيد كده ليه؟ حالي من حالك، فقري بيفضحني، الواحد خليه في حاله من اول احسن. لا انا عن نفسي كنت قاعد وياهم بس كلامهم ما عجبنيش عشان كده بعدت نفسي. كانوا بيتكلموا في ايه الناس دي؟ كانوا بيتكلموا في البابا والماما، اللي يقول لي ابوه وكيل وزاره، اللي مستشار، واللي مهندس، واللي امه خبيره في الامم المتحده.
بيني وبينك خفت يسألون أبوك بيشتغل إيه، عشان كده جيت قعدت وياك. ده أنت أبوك بيشتغل إيه؟ حارس عقار. بواب. وأنت؟ صراماتي. عندنا محل جزم صغير. أنت عارف إنهم لو كانوا يعرفوا إن مكتب التنسيق هيلم ابن البواب وابن الصراماتي مع ولاد الأمم المتحدة كانوا نسفوا مكتب التنسيق ده. والله الواحد ما عارف هيكمل مع الناس دي ازاي. سيبك انت برضو هنلاقي اللي زينا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب جنتك. حرما يا أستاذ. جامعني إن شاء الله. ربنا أعطاك نعمة حلاوة الصوت وطلاوة الخشوع. الحمد لله يا رب العالمين. الخشوع للمولى عز وجل هو أفضل النعم. قول لي أنت دائم التواجد في المسجد؟ الحمد لله. الحمد لله. اسم الكريم إيه؟ طه الشاذلي. سنة أولى أخطاها؟ أيوه. أخوك خالد عبد الرحيم سنة ثالثة زي ما أنت شايف كده صعيدي لكن واضح عليك أنت من أهل المدن. أنا من سكان القاهرة هنا. ساكن فين أخطاها؟ في وسط البلد. ده أنت تبقى من علية القوم. بالظبط كده. ده إذا كنت تقصد السطوح طبعا. يا أخي خالد أنا من سكان سطوح وسط البلد. على العموم سطوح وسط البلد برضك أفضل من سطوح العشوائيات. احمد ربنا على ما أنت فيه. الحمد والشكر للمولى عز وجل موجودين جوه القلب والروح وفي كل الاوقات. والله يا اخي خالد سواء كانت اوقات الفرج او الشده. بسم الله ما شاء الله انت تقي ورع بالفطره اخي طه. قول لي انت بتصلي الجمعه فين؟ في زاويه قرب العماره اللي انا ساكن فيها. لا 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 يا راجل ده كلام. صلاه الجمعه لا تجوز في الزوايا. ده غير ان الصلاه في المساجد حتى ولو كانت بعيده عن البيت فالسعي اليها برضك فيه ثواب كبير. طب قول لي على الجامع اللي انت بتصلي فيه ان شاء الله يكون في اخر الدنيا وانا اجي اصلي معاك جمعه وعشاء وفجر كمان. شوف يا خطاها حماسك الشديد لاداء الفريضه بهذا الشكل ان دل بيدل على عمق صلاحك وايمانك. عشان كده انا هكسب فيك ثواب واخدك من ايدك للخير باذن المولى عز وجل. ايدي على كتفك. أستاذ طلال. ايوه. انا كنت مزنوقه في 20 جنيه ان شاء الله تخصمهم من ما هي. 10 جنيه كفايه. خليك انت لحد ما هدومك تنشف وبعدين حصليني على المحل في الباب 5 تكات والقفل.
اتفضلي باشا. ايه ده؟ ده جورنال حاتم بن رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تمديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه. هنا اتكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكيين. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مسح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفروش دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك، كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له، قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا، مش دي شقة زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. أنا بقى يا سيدي محضر ومعايا إعلان الباشا بتاعك. ها؟ تحب أنت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ أنا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا؟ يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة أختي رفع علي قضية حبل، بتقول إن أنا سفيه ومجنون. حسين يا أخت سعادتك، أنا ما أقدرش أغلط. دولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. مش خايفة على نفسي؟ كنت ماشية لوحدي كده. ازيك يا طه؟ أنا كويس. مالك؟ ماليش، مهدودة من الشغل، واقفة على كعوب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة وترمي زي الفسيخ. أنا بس كنت عايزة أطمن عليكي. طمني أنت عليك، عامل إيه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك وراه حاجة يا أبو سعيد. اسمع كلامي، اصبر لغاية ما تخلص الهبابة اللي انت فيها دي وخد الشهادة بتاعتك وسافر الخليج. ممكن اعمل كده بس بشرط. ايه هو؟ انك تيجي معايا. يا عالم، حد عارف بكرة مخبي ايه؟ بوسينة، انا حاسس انك اتغيرت من ناحيتي قوي. انا متغيرتش يا طه، الدنيا بتتغير حواليا. انا مش قادرة اتكلم كلمتين على بعض. هاي. مالك يا حبيبي؟ عبده مالك؟ خايف يا بيه. خايف من ايه يا عبده؟ من ربنا. تخاف من ربنا ليه؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت ايه؟ انا ما بعملش غير الغلط، خمرة ليل ونهار والنجاسة معاك، حتى الصلاة هملتها يا بيه. أنا سمعت الشيخ في الجامع بيحكي عن عذاب ربنا لقوم لوط. إحنا بنهز عرش السماوات والأرض. زلزال يعني يا بيه؟ أنت صعيدي ومخك على قدك. أنت فاكر إن أنا وأنت بس كده؟ لا، إحنا كتير قوي. هنا في أوروبا وفي أمريكا وفي الخليج، في الدنيا كلها. زلزال. فيها إيه لما واحد يحب واحد تاني؟ فيها إيه؟ عبد ربنا كبير جدا ورحيم جدا جدا. وبعدين انا عايز اطمنك. هتطمني كيف بس؟ انت عارف ايه اللي بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال؟ الزنا. الزنا
يعني واحد ينام مع واحدة ما تكونش مراته، وده منع لاختلاط الأنساب. يعني تحبل من عشيقها وتكتب الولد باسم جوزها أو تتخلص من البيبي، وده طبعا حرام جدا جدا. لكن راجل بيحب راجل، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ قصدك إيه؟ الرجالة ما بتحبلش يا عبده. خد التوب ده حطه هنا. حاسب حاسب على المقص اللي هيقع. الشغل ده نزله تحت. ها؟ كله تمام. وانت اهلا بالاموره زينت الصبايا. ازيك يا انسه ابو سعيد؟ ايه مفيش مساء الخير؟ ليلتك سعيده يا عم ملاك. ازيك يا اسطى ملاك؟ اهو كده انا عندي ليك شغلانه هتفتح باب رزق لينا احنا الاثنين. ونوع ايه الشغلانه دي؟ عايزك تتوسطي لي عند طلال ياخد مني طلبية بلوزات. أنا شغلي 10/10 وعملتك محفوظة. أنت بتتكلم إزاي؟ وأطلع مين أنا عشان أتوسط لك؟ ده أنا يا دوب حتة بياع على راحة ولا جد. الكلام في الشغل ما يبقاش حاف. استنيني ثانية واحدة. دي هدية مني ليكي، مقاسك. أنا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبة إيه هاخد هدية منك؟ بمناسبة الشغل اللي هيبقى بينا. انسى حكاية الشغل دي، طلال بياخد بضاعته كلها من ورش كبيرة. ما أنت لو كلمتيه هيسمع كلامك. وبتاع إيه هيسمع كلام؟ أنسة أبو سينا، أنا في الشغلانة دي وأنا عندي 6 سنين، وطول عمري عايش في المنطقة هنا، يعني عارف طلال بيعمل إيه وفين. انت اكيد ليكي دلال عليه. بنت حلوه وصبيه زي التفاحه الصبحه، يعني طلال عمره ما هيقول لك على حاجه لا ابدا. صدق انك راجل هزق وقليل الادب. هو اللي يقول الحقيقه يبقى قليل الادب؟ طب عيني في عيني كده. بذمتك ما روحتيش لطلال المخزن ولا مره؟ راجل ناقص وسافل. تبقى روحتي. هنتكلم تاني على رواقة. بس بقى يا حاج. مش هعطل حضرتك كتير، يعني انا عارف ان وراك مشاغل لا ليها اول ولا اخر. وانا ما اتاخرش عنك يا حاج. معلش انا مش عايزك تزعل مني، انا الاسبوعين اللي فاتوا دول والله ما كان عندي دقيقه واحده فاضيه قبلك فيها. مقدر يا باشا. خير يا حاج؟ يعني مؤكد سعادتك سالت عني لما عرفت ان انا طلبت المقابله. وعرفت عنك كل خير. انت راجل 10/10. الحمد لله، نعمه وفضل من عنده. كل شيء بفضل الله. شوف يا باشا، أنا عاوز أساهم في خدمة البلد وخدمة أهل المنطقة اللي فيها شغلي وفيها الناس اللي عشت وسطهم وحبوني وحبيتهم. ما كلنا زي كده يا حاج، بس بقى زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقة. أنا استخرت المولى عز وجل وقلت أرشح نفسي في مجلس الشعب عن دايرة قصر النيل. قصر النيل؟ أهلي وناسي.
انت عارف احنا مسميين دايرة قصر النيل في المجلس ايه يا حاج؟ حتة الجاتوه. افهم من معاليك. هتفهم ايه يا حاج؟ اقول لك حتة الجاتوه يعني حاجة حلوة لا فيها مشاكل ولا عشوائيات ولا حد يقول لك عايز وعايز وعايز، والشباب اللي عايز شقة واللي عايز وظيفة لحد ما يطعوك في عيشتك ويجيبوا لك الضغط. انت قلت لي انت منين يا حاج؟ من الصعيد. طب ما نشوف لك دايره حلوه كده في الصعيد يا حاج. انا ما روحتش الصعيد من زمان وما حدش يعرفني هناك، لكن قصر النيل. بص بقى، دايره قصر النيل دي في الحقيقه في ناس متكلمين عليها. متكلمين عليها؟ وما دام كلام يبقى في اخذ وعطاء. طب ما تسيبنا نفكر يا حاج. يا باشا خير البر عاجله. أرنب يا كمال باشا مش كده؟ بس إيه رأيك في الرسم؟ لا الرسم حلو قوي بس المبلغ كبير قوي. المبلغ ده ما يخصنيش يا حاج عزام، المبلغ ده بيروح أكتر من جهة. أنا إذا كان عليا أنا عندي اللي مكفيني. عارف يا باشا. لا أنا عايزك تعرف بقى مين اللي كان طالب دايرة قصر النيل. مين؟ أبو رحاب. ما أنت عارفه بتاع محلات الرضا والنور؟ عليك. بس ده شغال مع الإخوان المسلمين وأنتوا عارفين، وعدم المؤاخذة يعني مفيش وفاق بينكم وبين الإخوان، هترضوا بيه ازاي؟ ما هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا، هي دي الديمقراطية وإحنا في بلد ديمقراطي. أيوه بس هو لو رشح نفسه جايز ينجح، ده ضارب السوق بيبيع البضاعة بنص التمن وبربع التمن وعنده فلوس ياما، ده ممكن يشتري الأصوات. الترشيح أمره سهل، أي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه محدش هيقول له لا، بس ينجح ازاي؟ دي لعبتنا إحنا بقى، مش تزوير لا سمح الله لا. بس زي ما تقول كده احنا دارسين نفسية الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومة كأنها أمه اللي خلفته، حتى لو الحكومة دي ماشية على حل شعر حرام. شغلنا بقى. عارف بس ده أول تعامل بينا كمال بيه، عشان خاطري بلاش الأرنب، ارسمه كتكوت. بص بقى يا حاج، أنا معرفش أرسم غير حاجتين، يا أرنب يا ذكر. قلت ايه؟ قلت على البركة. هات ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الاسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. مبروك عليك يا حاج. اشمعنى النبيذ ده لونه ابيض ودوك احمر يا حاج؟ لما الاكل بيكون سمك بيبقى النبيذ ابيض. على كده بقى الاحمر عشان اللحم. يا واد يا نور برافو. انما ده كله ليه يا حاج؟ احنا بنحتفل. بنحتفل بايه؟ ما كل نفر بيخلص من خدمته بيرجع على بلده مسكاتي. لا احنا بنحتفل بالتفرغ. ده غير بقى ان المفاجاه الثانيه انك مش هترجع بلدكم. كيف يا حاتم بيه؟ وابني ومرضي هيجوا يعيشوا معك هنا. انا لقيت لك سكن وفي نفس العماره في اوضه فوق السطوح اللي ساكنها سابها ورجع بلده على طول، اجرتها علشان مرتك وابنك. تشيرز. ايه؟ تشيرز 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 يا حاتم. المسألة مش زي ما أنت متصور يا زكي باشا، يعني القضايا المتبادلة اللي بينك وبين أختك مش هتخلص في يوم وليلة. هي رفع عليك قضية بتاعت حجر ودي هتاخد لها يمكن سنين لما تخلص، وأنت رفع عليها قضية عشان تثبت حقك في شقة بيتنر دي يمكن تاخد لها سنة ولا سنتين. معقولة مسيو فكري؟ يا مدام كريستين دي بلدنا وإحنا عارفينها كويس. طب والعمل يا متر؟ هقول لك بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. بلطجيه بلطجيه يقتحموا الشقه باي طريقه، يكسروا الباب، يهدوا حيطه، المهم ان هم يحتلوها وحضرتك تخش تسكن عادي. طبعا هي مش هتسكن،
هترفع قضية. حلني بقى لو اتحكم فيها، دي يمكن تموت قبل ما يصدر فيها حكم. مفيش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد. أنا ما أقدرش أعمل كده. بس أختك شريرة، قالت ري ميشانت. إحنا ولاد عبد العال باشا، ولاد الباشوات ما يعملوش في بعض كده. بس أنت ضحية. حتى لو كنت ضحية، دولة أختي برضو لازم أستعملها. وعلى العموم أنا مش في الشارع. برضو بتعفي. أنا فين يا زكي باشا؟ زكي. زكي. زكي، أنا عمري ما شفتك كده. وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي، في إيه؟ أنا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي أولاد. وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لي أنا كنت قدامك. لكن تقولي إيه بقى لهنا في العالم؟ كريستينا، أنا خفت أتجوزك لأخدك بعديها. أنا ضعيف قدام أي ناس. وساعتها كنت هتكرهني. من الحاجة الوحيدة اللي كنتش أقدر أستحملها. كنت هسامحك. بتهيألك. أنا مشكلتي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها. أو شفتها بعد فوات الأول. أنا همشي. هوصلك. أنا عمري ما أذيت حد. أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر النصر. عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%، 30%، 50%. ما تخليهم 100%. أنت غفور ورحيم. بإذن الرب وبركة العذراء الممتلئة بالنعمة. جرى يا راجل انت؟ هي دي نهارك سعيد بتاعتك؟ مفيش داعي تلو جوزك، سرك في بير. أنا ما عنديش أسرار. ماشي، ما عندكيش أسرار، بس ليك عندي خدمة عشان خاطر الجيرة وعشان خاطر الست الطيبة والدتك. أفند، طلال بيديكي كم في الشهر؟ 250 جنيه. عشان عبيطة والمسيح الحي الكلام اللي بقوله ما فيه هزار. تليك عندي شغلانة ب600 جنيه في الشهر، شغلانة محترمة، محترمة قوي، ولو مش محترمة انت تخليها محترمة. إن حكامنا يزعمون أنهم يحكموننا بالشريعة الإسلامية ويطبقون الديمقراطية، ويعلم الله أنهم كاذبون في هذا وفي ذاك. فالشريعة الإسلامية معطلة في بلادنا المنكوبة، والدولة تتكسب من القمار وبيع الخمور والسياحة الوافدة الفاجرة. والأدهى من ذلك أن الدولة تحول هذه الأموال إلى مرتبات للموظفين، فتطعم شعبها من حرام وتكسبه من حرام وتحل علينا لعنة الحرام. إنني هنا أقولها واضحة جلية صريحة لا لبس فيها، لا نريد أمتنا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية، بل نريدها أمة إسلامية. إسلامية 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 إسلامية. السلام عليكم.
ازيك يا ابو سعيد؟ زي ما انت شايف بنشر الغسيل. كنت فين؟ كنت بصلي الجمعه. صلاه الجمعه خلصانه بقى لها ساعتين ويمكن اكتر. انا بصلي في جامعه بعيد شويه وبحب امشي، ده غير ان الامام الخطبه بتاعته طويله. اديني يسر، شوف لك جامع قريب تصلي فيه. وايه الكتب اللي معاك دي؟ فيها كتاب ليكي. هديه يعني؟ ان شاء الله. انت ناوي تسيب دقنك كده؟ ان شاء الله مش هتشوف مصحي لها بعد النهارده. الكتاب بتاعك اهو، خليه معاك، انا ايدي مبلوله. ولا اقول لك اقراها انت، ماليش تقل على القرايه. حسين احوالك مش عاجباني. انت مش ولي امري عشان احوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. ايه عالي يا ابو سعيد؟ سيب ايدي يا طه بدل ما الم عليك السطح كله. للدرجه دي؟ بص بقى يا طه، انا هجيب لك من الاخر. قصتنا انتهت. بالانجليزي ذا اند اللي بيكتبوها في اخر الافلام. كل واحد مننا في سكه. انت بتربي دقنك وداخل على سكه مشاخه، وانا بلبس قصير ومبسوطه كده. يعني شكلنا كده ما حدش لايق على التاني. امال ايه جايب لي هديه؟ الحجاب قبل الحساب. يا ما نفسي تبات معايا ولو ليله واحده عشان احس ان مراتك زي بقيه الستات المتجوزين. ما تكبري دماغك يا سعاد، هو انا متجوزك عرفي؟ انا متجوزك على سنه الله ورسوله. بعدين حكايه البيات دي مش مهمه، مش هي برهان الحب. انت بتعملي ايه؟ بلمع لك الجزم. لا، تلميع الجزم ده ليه اصول عنك انت. شوفي يا خبر، ده انت زي ما تكون مسح جزم قراري. مسح الجزم مزاج عندي وبيعدل لي دماغي. تسلم ايدك. بس انا ملاحظه كده انك كل ما بتروح البيت التاني يعني بتبقى على سنجة 10. البيت التاني هو الاصلي، اتفقنا مالكيش دعوه بيه. سبحان الله، يعني البيت هنا هو التقليد، هناك دهب عيار 24 وهنا الفلسو. لزومها ايه لعكننا بس يا سعاد؟ الدهب ل 24 قيراط هنا يا ستي، بس البيت اللي هناك ده بيت ام العيال. هم مش عيال، هم شحوطة كبار رجالة. يبقى المراف السعد يا حاج. حقك علي. أنا كان ليا عندك طلب. اطلب يا حبة عيني. أنا عايزة أسافر اسكندرية. ليه؟ أنت ناسي إن عندي ابن بقالي كام شهر ما شفتوش، وأهلي اشتقت لهم. على الأقل أروح أشم شوية هوا البحر. ده أنا قاعدة في شقة طويلة عريضة لوحدي ما بين المطبخ والتلفزيون وأوضة النوم. سفر اسكندرية لوحدك مش هيحصل، لازم أكون معاكي. خلاص تعالى معايا. اليومين دول ما أقدرش أسيب مصر ولا ثانية واحدة. طب ما نسافر العصر ونرجع آخر اليوم، وكأنك مريح عندي. يا إما بقى تسيبني أسافر لوحدي. لا كده ولا كده، وما تنسيش، إحنا بينا اتفاق. طب أنا عندي حل تاني. أسمع. أخويا يجيب لي ابني هنا، أطمن عليه وأشوفه وألعب معاه شوية. ده برضه مش في الاتفاق. بعدين العبي معايا. بسمتك اللعب معايا في احسن منه. سلام. جزاك الله كل خير. شوف يا طه يا ابني، الحب ما هوش عيب ولا حرام. الحب الحقيقي، الحب الحلال مباح. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنت بتقول إنك بتحب البنت دي حب حقيقي. يا مولانا أنا أعرفها وهي لسه عيالة صغيرة بتلعب فوق السطوح. ده إحنا كبرنا سوا وحلمنا سوا وفرحنا وزعلنا برضه سوا. وجلال الله يا مولانا، أنا في كل الستات اللي خلقها ربنا ما شفت حد غيرها، ولا عمري تمنيت حد غيرها. ربنا يعلم يا طه إيه اللي جوايا من ناحيتك. ما أحبش أشوفك في دقيقة أبداً. وأحب أقول لك إن عقيدة المؤمن بتخليه دايماً متفائل، وإن الضيق بعده فرج بإذن الله. يا مولانا دي قفلت الباب بكل الترابيس والمفاتيح. قد يكون الفرج في غيرها يا ولدي. هذه البنت ليست كل نساء الدنيا، انسى أمرها تماماً، ما تزعلش نفسك. وبعدين عشق امرأة أم عشق الجهاد؟ حب الله أم حب امرأة؟ ربنا يبارك فيك يا مولانا، تطمنت بالي وريحت قلبي. خلينا بقى في المهم. الجامعة بكرة مش هتكون زي كل يوم، وأنا عايزك يكون لك دور قياد يا طه.
سعادة الباشا، الآليسة بوسينة السيد بنت المرحوم السيد عنتر اللي ساكنين معانا فوق السطوح. سلمي على سعادة الباشا يا آليسة. مساء الخير سعادة الباشا. أهلا وسهلا. من النهارده المكتب هذا مسؤوليتك يا آليسة. ها اسمه طبعا محمد الشاذلي، ده الملف بتاعه والكتب دي لقيناها عنده. نزلوه. طه اوعدك محدش يلمسك تاني، وانك تخرج من هنا وفورا. بس لازم تتكلم. انت تابع اي تنظيم؟ انا مش تنظيم. احنا لقينا عندك كل الكتب اللي تاسست عليها كل التنظيمات. كانت عندك بتعمل ايه؟ حاسس الكتب مش ممنوعه، وبعدين دي ثقافه. عيب قوي تكذب على واحد بيحاول يساعدك، وبعدين ده استخفاف بيا. انا ما احبوش لنفسي يا باشا. انا كنت ماشي في المظاهره وبس. العماره اللي ابوك بوابها ساكن فيها ناس اكابر قوي، تعرف مين فيهم؟ اعرفهم كلهم يا باشا. اكيد بقى تعرف الاستاذ حاتم رشيد. طبعا يا باشا. تعرف ايه عنه؟ صحفي محترم، رئيس تحرير جورنال لوكير. وإيه تاني؟ وبس يا باشا. شفت زي بقى ده كذاب؟ يا طه نعرف كل حاجة عن كل الناس. نعرف اللي ما تعرفوش عن أمك ولا على أبوك. طب أنت تعرف إن أمك كانت متجوزة واحد قبل أبوك؟ أنا أول مرة أسمع الموضوع ده يا باشا. وبسألها لما تخرج، شوفها هتقول لك ايه. خلينا بقى في حاتم رشيد. هو لا مؤاخذة يعني، هو لا مؤاخذة شاذ. حلو. يعني ايه شاذ يا طه؟ يا باشا ما انت لسه قايل احنا بنعرف كل حاجة. خلاص يا طه، هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد. واحنا عندنا ناس بتعمل الحكاية دي كويس قوي. قلت ايه؟ العهد. يا باشا انت اللي بتفتحي ولا فين فانوس؟ طلع شويه عند ملاك اخوه.
انا ريحه الشقه اتغيرت من ساعه ما دخلتيها يا ابو زينب. ده من ذوقك يا باشا. ايه الاخبار؟ بتاع النور جه وحاسبته، مدام كريستين سالت على حضرتك في التليفون، والحلاق بتاع حضرتك بيسال يعدي امتى. والاستاذ فكري عبد الشهيد المحامي اتصل وبيقول انه حضر جلسه القضيه وانها اتاجلت، بيقول لك لما يشوفك هبقى يقول لك على كل حاجه. هو حد رفع لحضرتك قضيه يا باشا؟ لا ده حاجه هايفه. دوله اخت رفع عليها قضيه. زمان ايه الاخبار ده للاخت ترفع قضيه على اخوها؟ ده حضرتك سندها. بكره تعال. ربنا يهدي العاصي. حضرتك عايز مني حاجه يا باشا؟ لا بس مع السلامه. اشوف حضرتك على خير. مع السلامه. حسينة انت بنت ممتازه وانا ارتحت لك، يا ريت تبقى موجوده معايا على طول. يا باشا انا مع حضرتك طول ما انت راضي عني، وحضرتك مغرقني بخيرك وبتعاملني احسن معامله. حسينة اوعي تفهميني غلط، ربنا خلق الجمال علشان الناس تشوفه وتحبه وتحترمه. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انك انت جميله، بس محتاجة لمسة فنان. ممكن تسيبي لنفسك؟ يا باشا أنا واخدة على نفسي عهد وعمري ما أقول لحضرتك لا. ممكن أغير لك تسريحة شعرك؟ عايزة يبقى شكله إيه يا باشا؟ بشوات. يلا روح عشان اتاخرت. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا مولانا. شغلتنا عليك. انت خارج بقالك مدة. من ساعة ما خرجت دخلت الأوضة، ما خرجتش منها إلا عشان أقابلك. الحمد لله إن الرسالة وصلتك. عرفوا منك إيه يا طه يا ابني؟ لو كانوا عرفوا حاجة ما كنتش خرجت، كنت أنتوا كمان حصلتوني. بارك الله فيك يا ابني. أيوة بس حضرتك ما تعرفش إيه اللي حصل. من غير ما تحكي أنا متخيل كل حاجة. أنا اللي حصل معايا فوق كل خيال. الكفار يا ابني يعملوا أي حاجة. برضه الكفار ما يعملوش اللي اتعمل فيا. اهدى بس اهدى. مساء الخير يا فندم. تشرب ايه؟ شاي. هات شاي. اتنين شاي. تحت امر حضرتك. انا عايزك تمسك نفسك كده وترجع كليتك وتهتم بدراستك. كليتي ودراستي الكلام ده كله خلاص انتهى. انا زي ما كنت امين ومخلص معاك وعايزكوا تعملوني بالمثل، وزي ما كان ليكوا طلبات نفذتها انا ليا طلبات عايزكوا تساعدوني في تنفيذها. لو كان في استطاعتنا يا ابني. عايز انتقم للدرجه دي؟ عذبوك؟ هاتك وعرض يا مولانا. اسكت وطي صوتك. ايه ده مال؟ اوعى تقول الكلام ده لحد غيري. امسك نفسك، الناس بص علينا. ايه اللي انت لابسه ده يا ابو وائل؟ هديه من سعاده البيه، ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسف. ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. ساكتة ليه؟ ما تردي. بكلم نفسي ثانية ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. وبعدين يا عبده دي مش ريحتك. ابا انت عشان مني هدية؟ بقى كده؟ طب شميني على حالك. اكتب يا بنت، اكتب.
المنطقة دي غير مرصودة وغير معروفة. شياطين جهنم ما يعرفوش عنها أي حد. تأخرت علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. أكون عندكم لما يبقى في ضرورة ملحة. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه. إن شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال أمير المعسكر المسؤول عن الإعداد والتنفيذ. إن شاء الله هتبقى أمانة في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مراده. نسيت اقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعه بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف ابوك يا فوزي؟ ثلاثه بالله العظيم ما في ورقه اتمضت يا باشا. مريانة. ايه يا حاج عزام؟ انا اسمي كمال الفولي، ما فيش حاجه في البلد تخفى عليا. دي حاجة معروفة معاليك وربنا يديم المعروف. فضل ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنة على الأقل، ودي لقمة كبيرة عليك أوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك تزور. طب أفهم معنى دي الكلام؟ احنا عايزين الربع. ربع ايه؟ ربع الأرباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام. انا معايا ناس كتير قوي. بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصورة. اعتبرني مندوب. شعب محترم. ما يقبلش بقلة الحياة. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استنى لما نشوف الزمن وهو بيخيب. شفت ام احمد؟ برات مشخلعه، عريانين، مش عارف جايبينهم منين. ودلوقتي التلفزيون في كل بيت. وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا. فلابد. انت اصلك بنت امبارح. العضو المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على نصة الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي. ناس بتشرب في الليل المتاخر. ده احنا من الصاله. تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري. والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟
بص انا هديك فكره، هو في الاول بيبقى مر مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه. انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باشا، انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي. ها؟ اي نعم انا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شويه. ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي انا عايز اقوله ان عيشه الخواجات ما هياش بدعه، انا كنت واحد منهم. انا عشت وتعلمت بباريس. باريس انا اعرفها زي ما بعرف القاهره بالظبط. بيقولوا باريس حلو. الا حلوه، باريس هي الدنيا كلها. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك فقري. او زي ما بتقولي كده يعني خيابه او اسم ونصيب. شكل كده عايز السفر. ها؟ يا ريت. تحبي تسافري فين؟ اي حته بعيد عن المخروبه دي. انت بتكرهي بلدك؟ وانا شفت منها حاجه حلوه عشان احبها. حسينة، انت فعلا فقيره، بس الفقر عمره ما كان له علاقه بالوطنيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ وانا لوحدي اللي عايزه هج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتأشيرات، كان كل اهل البلد خدوا في وشهم وسابوها. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. انت ايه مشاكلك؟ الست اختك متخانقه معاك؟ وايه يعني؟ الدور والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. الناس اللي دايره بتلف في الشوارع بتدور على شغلانه ومحدش معبرها. الناس اللي مستحمله الذل والاهانه سواء وهي قاعده ولا وهي ماشيه. انت اصلك بتمشي في شارع سليمان بس اخطف رجل لغايه اي حته تانية وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها، عشان كده الكل عايز يسيبها. مش كره فيها، بس ما حدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاكي تقومي تقفي؟ عشان في الشغل. كان شايفها وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العكنانه دي، عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي انا هطلعك من المود ده خالص. هتسمعي اجمل صوت في الدنيا، مطربه فرنسويه اسمها ايديت بياف. اسمعي عنها؟ انا معرفش فرنساوي اصلا. مش مهم تكوني تعرفي فرنساوي، المهم تحسي بجمال الصوت. حلاوة الأداء. الأغنية دي بتفكرني بأيام جميلة وذكريات حلوة. الأغنية دي بتتكلم عن بنت واقفة في وسط الزحام، الزحمة دفعتها بعيد، لقت نفسها في وش واحد ما تعرفوش، بس حست ناحيته بأحاسيس جميلة، حست إنها عايزة تعيش معاه العمر كله. العمر كله تعيش معاه. وقت الزحمة رجعت تاني، عديت عنه عشان تحس بالوحدة. سارة تعالي. عينيك حلوة جدا. أول مرة حد يشوف عيني على حياتي. خلي بالك لازم نفضل أصحاب. طبعا صح. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
عارف يا حودة، أنا بدأت أحب ريحة السجاير. بس مش كل السجاير ريحتها حلوة. ما أنا عارفة إنها سجاير حشيش. إلا دي مش حرام يا حودة؟ تفتكر أنا أعمل حاجة حرام؟ لو كانت حرام ما كنتش لمستها. بس يظهر الصنف بتاع لنا مش حلو، عشان أنت مزاجك مش رايق. لا، أنا مزاجي رايق وكل حاجة، بس دماغي مليانة شغل، والشغل مش كله حلو، في بلاوي كتير برضه. طب واللي تقول لك على حاجة تروق بالك وتسعدك وتفرحك وتخليك طاير كده طاير، تعمل لها إيه؟ قولي يا سعاد، يمكن تزيحي عني. أنا يا حبيبي حامل في شهرين. إيه؟ الله يخرب بيتك وبيت أهلك. هو أنا ناقصك؟ أنا مش متفق معاكي. هي دي حاجات فيها اتفاق؟ دي إرادة ربنا. حد يقدر يقول لي إرادة ربنا كان فيه اتفاق؟ هي كلمة ملهاش أخت. لازم تنزلي اللي ببطنك، ما يلزمنيش. وما يلزمتيش أنت كمان. لا يلزمني. ده حتة مني. عايز تقطع حتة مني؟ اسمعي. لو ما نزلتيش اللي ببطنك تبقي طالق. طلقني. وبيني وبينك شرع ربنا. على السلامة يا عروسة. سلامتك انت. ليه شايفني راجع من السفر ولا من الخليج بعد الإعارة ما خلص؟ امال راجع منين؟ مش شغل. بس شغل حلو، أحلى شغل. مش كان في اتفاق بيننا ولا ايه؟ اه في، وانا ملزمة بيه. قلت لي هساعدك وتساعديني، عايز اعرف ايه الاتفاق بقى. طب تعالي معايا جوه عشان تعرف انا عايز منك ايه بالظبط. انت اتجننت يا راجل انت؟ اسمعي يا بنت انت، ده شغل مش هزار. شوية الكراكيب اللي اسمها زكي باشا دي خلاص، رجل في الدنيا والرجل التانية في الآخرة. لما يموت الشقة هتبقى بتاعت فكرة عبد الشهيد. ده بقى عقد شراكة بيني وبين الباشا. لما يموت تبقى الشقة بتاعتي أنا، أدخلها ما أخرجش منها. أنا عايز غمضته على كل ورقة في العقد. ودي حاجة بالنسبة لك بسيطة. مضي وهو سكران، وهو في حضنك ماليش دعوة. ده انت اللي سماك ملاك ظلمك، انت مش قبتي، انت شطان متخفي وسط القبر. هديكي 5000 جنيه تاخديهم لما تجيبي لي امضة الباشا على العقد. اظن مفيش راجل حقاني كده زيي، سواء كنت قبطي ولا يهودي ولا مسلم. فكري في الست والدتك واخواتك، انت اولى بالفلوس. مش جايز تموت قبل زكي بيه. في الحاله دي يبقى كسبنا شرف المحاوله. خد العقد. وفرضنا جبت ايه من زكي الدسوق؟ اضمن ازاي انك هتدفع ال5000؟ سلم واستلم. يعني مفيش فلوس مفيش عقل. ملاك أرمانيوس ما يرجعش كلمتك يا حلوة. الفلوس في إيدك قبل العقد ما يبقى في إيدي. سليمة إن شاء الله، ما تشيلش هم خالص، ابنك هيلاقي كل رعاية، ما تخافش ما تخافش. خير يا بيه؟ شدوا حيلكم يا جماعة، ربنا يلهمكم الصبر. What are
شفت اختك وكلمت معاها؟ حصل يا حاج. وعقلتها؟ شوف يا حاج، انت راجل ابن بلد وتحب الحق. انا صحيح اخوها وليا كلام عليها الا في شرع ربنا. يعني ايه؟ والاتفاق اللي بينا؟ اي اتفاق يخالف شرع ربنا يبقى باطل يا حاج. ده اخر كلام عندك؟ ده اخر كلام عندها هي. كتر خيرك. عملت اللي عليك يا ريس حميد. متهيألي يا دوب تلحق القطر بتاعك. رئيس حميدو، مش تدي نفسك مهلة تفكر فيها وتراجع حساباتك وتشوف المصلحة فين؟ دي مهما كانت عشرة وليها احترام. أنا مش محتاج تفكير يا حاج، اللي محتاج تفكير أنت. إحنا ما بنخالفش شرع الله ومعانا ربنا. بس خلي بالك، محدش عارف إرادة ربنا بتودي البني آدم على فين. اهلا بمعالي الوزير. ازيك يا حاج؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كمال بيه. دورك يا باشا. انا كنت عايز اشوفك ضروري بصراحه. في الوقت والمكان اللي يعجبه معاليك. دلوقتي شوف لنا اي مكان دلوقتي. اتفضل. اغلطت يا حاج؟ استغفر الله، انا طول عمري كلمتي في رقبتي. عملت مطر. العقد معاك بقاله شهرين، ايه الحكايه؟ ده عقد شركه بالربع، فالجانب الياباني لازم ياخد خبر. ودول ناس دغري يفتكروني بلعب من وراهم ويسحبوا مني التوكيل. جرالك يا عزام، انت فاكرني صاحب محل موبيليا؟ انت بتكلم راجل يقدر يوقف البلد. يا عادة، كل الناس عارفين انت مين وتقدر تعمل ايه. لا استنى، في عندنا مثل بيقول اللي طلع البغل المدنة هو بس اللي يقدر ينزله. البغل؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه اني زي ما دخلتك المجلس اقدر اخرجك منه وبفضيحه لو عايز. تهديد ده يا كمال بيه؟ بس انا مش صغير عشان اتهدد منك او من غيرك. احنا حنا تشد قوي. انت اللي بدات يا كمال بيه. اوعى تكون مركون على الحصانه. انت تبقى راجل طيب قوي. ده في جلسه وجلستين في المجلس يطيروها منك. كل على راسه بطحه. أنا راسي سليمة. طب ده أنت فيه في كل حتة في راسك بطحة. أقول لك كده على خربوص صغير في وشك. أنت عملت إيه في التجنيد؟ الملف بتاعك ما فيهوش ما يثبت إنك أديت الخدمة العسكرية. وفيها إيه لو سبت المجلس؟ المجلس اللي خد مني
انا ما خدتش منه حاجه. انت من غير المجلس هتبقى عريان في شارع زحمه. سبق وقلت لك يا عزام انا مش لوحدي، انا مندوب، ووالله انا اطيب واحد. ما تركبش دماغك بقى. طب بقول يا كمال بيه، ما تيجي نقعد مع بعض ونتفاهم كلنا. كلنا مين يا عزام؟ حضرتك وانا واللي انت بتقول انك مندوب عنهم، يعني اديني فرصه اشرح لهم ايه الوضع، يمكن يفهموني. لا انت كده ما فيش منك رجع يا عزام. كمال بيه، انا دخلت المجلس بفلوسي، وحتى لو خرجت منه اعتبرها بضاعه اشتريتها واتحرقت. بابا الراجل بتاع الوفد الياباني زار عايز يمشي. يمشي ازاي؟ مش يستنى يسمع المطرب؟ اتفضل معانا كمال بيه. لا انا هسيبك انت بقى للمطرب بتاعك. تصبح على خير. وانت من اهله. هو في ايه يا بابا؟ كل شيء وله حدود يا ابني. وابوك بيعرف امتى يقول لك. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Ba-da-da. مصحف انك كنت تعرف مدام كريستين دي، ده زي ما تكون بتغني لك مخصوص. هي بتغني لينا احنا الاثنين. مفيش واحده ست في الدنيا بتنسى اللي حباه وحبته. عندي الحق، بس انا وكريستين اتعاملنا مع بعض بمنطق الخواجات. العشق اللي بينا تحول الى صداقه. صعب ان اتنين بيحبوا بعض واعداء حتى لو بعدوا عن بعض. تعرف يا زكي باشا، انا لو لقيت حد زيك كده بالظبط بس على صغير اتجوزه على طول. زي على صغير ما تلاقيش يا جميلاتي، احنا اخر الرجال المطر. اوعى تقول لي غني تاني. انا مستعد اسمعك طول الليل. كريستين، انت الذكريات الحلوه في حياتي كلها. انت شربت كتير زكي. حقيقي اه، والنبي يا مدام عشان خاطر يشيل الازازه دي من قدامه، يا رب يخليك، انت بس اللي تقدري عليه. بصوت الروح. الحمد لله على السلامه يا حاتم بيه. مش بعاده حضرتك تتاخر في الشغل جوي كده. الله يسلمك يا شاذ، لسه جاي من اسكندريه. كان في حفله هناك حضرها رئيس الوزراء وكنت معزوم فيها. في حاجه يا شاذ؟ ايوه يا بيه. اتفضل يا بيه. دول؟ دول مفاتيح الكشك بتاع مدينة نصر، وده مفتاح الأوضة اللي فوق السطوح. عبد ربه خد مرته وساب العمارة يا بيه.
يتوب عليك ويهديك. ونعم الوكيل فيه. حسن بيه مدام رشيد. حسن بيه المدام مع القنصل الفرنساوي. هاتم سوغ ديسي هاتم سوغ ديسي سوغ ديسي تيبيكال ميسات باريس. انت مالكش دعوه بادريس، انت ما حبيتنيش قد ادريس. بابا بابا نص ساعه في الاسبوع فاهم، مشغوله مش نص ساعه. انت عمرك ما لعبت معايا. ان الخدمين لعبوا معايا خالص. عزيز زعلان ليه؟ بص كده ليه؟ ميرسي ميرسي بوكو. مرة سألتني قلت لي انت ليه انت ليه ما قعدتش في باريس؟ قلت لك نصيب. الحقيقة كانت غير كده خالص. البلد دي كانت أحسن من باريس. كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفة زي الفل. الاسم كل يوم. المحلات كانت فخمة. الناس كانوا مؤدبين. زكي باشا نكمل كلامنا لما نطلع فوق. الناس بتبص علينا. يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت. يبصوا على الامارات اللي كانت احسن من امارات اوروبا. دلوقتي بقى اسمها زمن من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. أنا أقدم واحد في العمارة دي. أقدم واحد. أحلى أيام عمري عشتها فيها. وأحلى ناس عاشوا معايا فيها. من أول الأميرات لغايتك أنت يا أميرتي. زكي باشا يلا نطلع فوق وبقول كل اللي نفسك فيه. يلا. أنا أقدم واحد في العمارة دي. أقدم واحد. وعلى ملول عند بلو أسكن بي دريم ليتل دريم أوف مي. أنا طالبة منك خدمة يا باشا.
حاجتي مطلوبة عينيا. مطلوبة زي شارع سليمان باشا كله. أنا أقدم واحد في العمارة. أنا كنت مقدمة على قرض من البنك ب5000 جنيه. بس قالوا لي لازم يكون في ضامن. أنا أضمنك بعمري. ما كنتش أنا هضمنك. مين أنا هضمنك؟ أنا معايا الأوراق. تاخد تمضيها؟ ولا يملو يذكروني. انا جبت ال ليه يا باشا؟ في ايه؟ عايز اروح الحمام. عايز اروح الحمام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال 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 يا باشا. سلامتك. الف سلام. سلامتك يا باشا. سلامتك يا باشا. تعال. سلامتك يا باشا. الف سلام عليك. انا كويس شوي. على سلامتك. ربنا كرمك. كان عندك نزيف شديد قوي. نزيف يا ولاد الكلب. سقطوني غصب عني. انا عودتكم كلكم تاني. الحقني يا حبيبي. اسيروا اللي فاضي بالعافيه يا حبيبي. قتلوا ابني. عملوا عملتهم السوداء حبيبي. ست سعاد كل شيء اسمه نصيب. والحاج عزام راجل عمره ما خالف كلمته. كان في اتفاق ما بينكم وانت خالفتيه. كل واحد في الدنيا بقى يتحمل نتيجه غلطته. ربنا ينتقم منك انت وابوك وعيلتك كلها. يا كفر يا ظلمه اللي ما تعرفش ربنا. قله ادب وطوله لسان. انا مش عاوز. انت جالك نزيف وخدناكي وديناكي اكبر مستشفى في البلد. الحاج يعرف ربنا كويس وعمره ما يخالف شرعه. الحاج عزام طلقك خلاص يا سعاد. ولازم تعرف ان حقوقك هتوصل لك الطقطقين. في شيك ب20,000 جنيه مع اخوكي. حساب المستشفى كله مدفوع. واي حاجه ليكي جوه الشقه حتى لو كانت اشياء هتوصل لك لغايه بيتك في اسكندريه. متأسفين يا حاج عزام، شغلنا دايما مزعج. انا العميد حمدي شعبان من اداره مكافحه المخدرات. واحنا مالنا احنا ومال المخدرات؟ اسال الوالد. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا سياده النايب. وبعدين سيادتك قلقان ليه؟ مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه؟ بتصور ايه؟
لا هي لا. اسمح لي اتصل بالتليفون. بحريتك يا سياده النايب. ايوه يا باشا. متشكره جدا يا استاذ ارمانيوس. ملاك يا هانم، ملاك ارمانيوس. استاذ ملاك، ده مبلغ صغير مقابل شهامتك. دولة هانم، ساعتك ما تعرفينيش كويس. أنا راجل صاحب فابريكا. أنا بلغتك بالموضوع ده مخصوص حرصاً على سمعة عائلة محترمة وعريقة. أيوه بس أنا لسه عايزاك في الخدمة الأهم. وأنا تحت أمرك. كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة طفلة يعني. وانت لسه طفلة، طفلة كلها أنوثة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان أعيش معاكي أكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمري. أنا عندي 65 سنة. ممكن تعيش لحد 100 سنة. أنا مرة سمعت حد في التلفزيون بيقول إن الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مسألة وردة برضه. زكي باشا، أنا حبيتك عشان أنت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر كمان اسبوع اسبوعين هيجي راضي الارض، ممكن نسافر باريس. باريس باري، اتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي بره باريس، نجري ورا بعض هنا. أنا لسه بنت. اتفضل اتفضل بيتك بقى. المهم يا سيدي، كان آخر مرة بقى أشوفك. مسخره وقله ادب، كفايه نجاسه يا نجس. ايه في ايه؟ انت ازاي تخش بيوت الناس من غير اذن كده؟ احنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس معاك اذن النيابه؟ هتعلمني شغلي ولا ايه؟ المدام اختك
ومقدمه بلاغ رسمي فيك بانك بتمارس الفحشاء في بيتها. اختي هي اللي مقدمه البلاغ؟ او رندا مش بيتها، ده المكتب بتاعي وهي مش قاعده معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضرت. وبعدين لو عندك اي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حاله تلبس يا حضره الضابط. ايوه حاله تلبس. ده انا هوديكم في داهيه. ده اعتداء على حرمه البيوت. حرمه البيوت ولا حرمه المومس اللي قاعده جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعيه يا سفله يا بنت الكلب. شايف حضره الضابط بيسبني وبيضربني. دي جريمه تانيه. اثبت ده في المحضر. اهدي يا مدام، كل ده هيتثبت في المحضر. هاتوه هاتوا البنت اللي جوه دي على اسم ده مع امها. اوعى. انا مش هخرج من هنا عريان لا انا ولا هي، حتى لو بقينا جثث. اوعى حد يهرب من هنا. اقعد يا عزام. اللي هو حمدي قال لي انك اعترفت قبل ما يلاقوا المخدرات. لانهم كانوا هيلاقوها. عشان تعرف ان احنا عارفين عنك كل حاجه يا عزام. لا توكيلات العربيات ولا محلات الجزم تعمل كل الفلوس دي. احنا عارفين عنك كل حاجه من الاول. انا وبعدين ما الملف بتاعك مليان فيه كل حاجه. هتعمل ايه؟ انا جاهز عشان امضي العقد. في بنود اتعدلت. موافق طبعا. على فكرة أنا شفت الصور بتاعتك يا أخي. مباحث المخدرات دي ما تصدق تبقى متأكدة من حاجة تاخد بقى معاها صحفيين. وهي الحكاية ناقصة فضيحة. لما خلص أنت بعد ما كلمتيني كله تمام. طب هنعمل إيه عشان نخلص من المصيبة دي؟ ما خلاص. خلصنا خلاص. عبوات الهروين بعد ما فحصوها طلع إنها بودرة تنمية عربيات. خمسين في المية يا عزام. تروح مكتب ابني عشان تمضي العقد. كمال بيه؟ مبروك علينا الشركة. الله يبارك فيك. احنا الاتنين شركة في كل حاجة. مش كده؟
صدق اللي قال ارقص للقرد في دولته. ما فيهاش حاجه لما قرد يرقص لقرد زيه. الجو هادي ومفيش أدب. مكانك هيبقى جنب العمارة، عرسي في التاني. هتلاقي الحرس. أول ما يطلع تبعد عشان هيبقى في مرمى النيران بتاعتي أنا وعبد الشافي. طب وأنا هعرفه إزاي؟ أول ما يخرج من باب العمارة هديك كلاكس. اتكل على الله. هو شارع الديوان فين؟ قال لك فين حضرتك؟ في جاردن سيتي هنا. ايوه فين في جاردن سيتي؟ هم قالوا لي جنب معمل السكر. طب بص معمل السكر تاني شمال. تمام يا فندم، العربية جاية حالا يا فندم. العربية يا ابني. هو حضرتك ما تعرفش شارع الديوان فين؟ معرفش. أعتقد من حقي إن أنا أستعمل التليفون. بطل دوشة يا روميو. واحد زيك المفروض يتكسف من نفسه. أعرف إن في شبه من الراجل اللي بيترسم على بواك الشاي. على فكرة في كتاب اسمه رجوع الشيخ إلى صباه. هو ده بقى الشيخ. البلد فيها قانون يا زكي بيه. واللي بيحصل ده جريمة مكتملة الأركان.
أنا لازم أكلم مساعد وزير الداخلية للتفتيش عشان يجي يشوف صغار ضباط الشرطة بيعملوا إيه في الناس المحترمة. ومين بقى حضرتك؟ أنا فكري عبد الشهيد المحامي يا ابني. سمعت عني ولا ما سمعتش؟ الناس دول سابوني على فكري بيه وسابوا البنت المسكينة دي. كويس أوي. يبقى نعمل محضر سب وقف من قبل رجال الشرطة الأفاضل. في يا دولة أخوك عمل إيه علشان الإهانة اللي أنت بتهينها له؟ عموما القانون كفي ان هو يرجع اعتبار زكي بيه. سينا اللي احنا شفناه للادي ده احسن الوحش. ده في مصايب اتقل من كده بكتير. وايه كميه الشر اللي عند دوله دي؟ وجابت مفتاح المكتب منين؟ مش فاهم. لازم ننسى اللي حصل لنا الليله دي. لازم ننسى الاهانات اللي احنا شفناها واللي هنطقم الحسره. أنا طول عمري كده ماليش بقى. حظي قليل قليل قوي. اتفضل هناك. بونسوار. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. نافين غوز كريستي. Pour toi. Quelque chose.